أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تداول ناشطون على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة أبو محمد الجولاني القائد العسكري لهيئة تحرير الشام المعروفة بالنصرة سابقا والتابع لتنظيم القاعدة. وكان الناشطون قد قالوا إنه أصيب في ظل اشتباكات محتدمة بين التنظيمين المتشددين جماعة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام التي اندلعت منذ أيام والمستمرة حتى اليوم في إدلب. أصدرت جامعة إدلب قرار بتأجيل الامتحانات إثر الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وأحرار الشام. وجاء في بيان الجامعة أنه نتيجة للظروف الأمنية في محافظة إدلب وحرصا على سلامة الطلاب، قررت جامعة إدلب تأجيل الامتحان في كليات ومعاهد إدلب اليوم الأربعاء إلى موعد آخر يحدد لاحقا. خاضت القوات العراقية بإسناد جوي أمريكي معارك ضارية لتحرير قرية في جنوب مدينة الموصل احتلها داعش مؤخرا. وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يواصل عملياته من محورين ويتقدم للسيطرة على قرية إمام غربي في ناحية القيارة التي احتلها أفراد داعش قبل أسبوعين. تحقق النيابة الألمانية في حقيقة أن فتاة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما كانت من بين مجموعة يشتبه في انضمامها إلى تنظيم داعش قلة في الموصل. وتشير أنباء إلى أن القوات العراقية عثرت على الفتاة في نفق تحت المدينة القديمة إلى جانب 19 أجنبي آخر يوم الخميس. أعلنت مصادر عسكرية اليوم مقتل 7 من ميليشيات الحوثي في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية قرب مديرية نهم شرقي صنعاء وفي صرواح بمأرب. قالت المصادر إن قوات الشرعية أحبطت محاولة الميليشيات الحوثية لاستعادة السيطرة على مواقع في محور تعز الحديدة في بلدة الهاملي، مشيرة إلى أن الجيش اليمني قطع خط إمداد المتمردين من جهة منطقة حيس بمحافظة الحديدة. أفاد بيان صادر عن مكتب بيير دوفيلي قائد القوات المسلحة الفرنسية بأنه استقال بعد أيام من خلاف علني مع الرئيس حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع. وقال دوفيلي في البيان أنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها. aux côtés de l'armée malienne et des forces de l'ONU. Dans les heures qui viennent, نهاية الموجز. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.